أعزائي المشاهدين، مساء الأنوار، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من غني لي شوية اللي باش تغنيوا فيها معنا شوية. حتى انتوما نحب نرحب بكل اللي يشاهدوا فينا من الوطن العربي ومن أمريكا وكندا والمكسيك، وإن شاء الله تعديوا حلقة حلوة كيف العادة وكيما تعودتوا بها. اليوم اخترنا لكم ضيف عراقي من أصل كلداني، أثبت نجاحه لمدة سنوات طويلة هون في أمريكا. نستقبل بعضنا المطرب عميد أسمرو. عسلامة عميد. أهلا وسهلا. هلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بالفنانة. يعيشك. أهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. أول مرة على قناة الأمي أي؟ عفو؟ أول مرة على قناة الأمي أي؟ أول مرة والشرف كله لي. وإن شاء الله راح نشوفوك أكثر وأكثر وأكثر إن شاء الله. جايات شاء أكثر من رايحة إن شاء الله. يعيشك. معنا جاني سانا. أهلا وسهلا بيك. معنا شيراك، نورتونا، وإن شاء الله تكون الحلقة حلوة وتعجبكم أعزائي المشاهدين. بالنسبة للجالية العراقية واللبنانية والسورية يعرفوك في ميشيغان وفي ولايات أخرى أيضا عميد أسمرو معروف. بالنسبة للي يشاهدوا فينا من الدول العربية اللي يحبوا يتعرفوا على عميد أسمرو، كيف كانت بداية عميد أسمرو ومن شجع عميد أسمرو خصوصا أنك أمريكي عراقي؟ بالنسبة للتشجيع أكثر شيء يعني نقول الله يرحمه والدي. الله يرحمه. كان من أول مشجعين إلي، يعني ما كانت على بالي أنه أكون يوم من الأيام دا أغني على مسرح، ولو من طفولة يعني نغني بالبيت وهاي، بس يعني أكثر شيء ردت أنه أكون لاعب كرة. لاعب كرة قدم، يعني كنا نلعب 4-5 ساعات باليوم بدون وقف، خصوصا لما أول ما وصلنا لأمريكا بسنة 80، يعني صار لي 32 سنة هنا. أنا بالنسبة لي ما بيعرف، أنت جيت وأنت طفل على أمريكا. ايه 9 سنين. ولا تقولي لي ايش قد عمرك؟ مستحيل. مو هسه قلت ما بيتسال السؤال. هسه قلت اجيت عمري 9 سنين وصار لي 32 سنه هنا انا، وبقيت سنه بالاردن. وانت سوي الحسابات. اوكي احسبوا 1-2. فما جات على بالي يعني اكون مطرب، بس ابويا كان دائما يشجعني ويدفعني، وكان يبدي باول شيء بس يسمع موال الله يرحمه مطربنا الكبير ناظم الغزالي. راسا يقول لي تعال اكتب عيرتني بالشيب غنيها، اكتب اي شيء في العيد غنيها، اكتب ما اعرف شنو غنيها. فكان يدفعني هواي اني واخواني الصغار. واخوانك الصغار صاروا يغنيوا؟ كانوا كورال لي. كانوا كورال لي، وواحد منهم يعني عبير وعاطف. فعبير هسه هو بالفرقه معي. اي تعرفت عليه. هاي الله يخليه لك ان شاء الله. خلي لك كل يعيشك. اللي نعرف انه ما شاء الله عميد أسمرو مشهور في الجاليات العربيه في كما قلنا في ميشيغان وفي ولايات اخرى في امريكا. وهالنجاح هذا اكيد ما يجيش من فراغ. واللي لاحظته انه عميد أسمرو مشهور مع انك لم تنتج انتاج خاص بك، يعني ما سويت اغاني خاصه لإلك، ومع هذا اثبت نجاح واستمراريه لمده سنوات. فشو هي الاغاني اللي عم بتغنيها وساعدت عميد أسمرو انه ينجح على طول هالسنوات، والاستمراريه هي اكبر دليل نجاح المطرب؟ شكرا. اشكرك على العباره، بس يعني صار لنا سنين نغني، وتعرفين لما الواحد يتقيد بالاعراس كذلك يتقيد بالاغاني. ف يعني اللي يحبون الجمهور نغني، مو اللي يحب المطرب او اللي يغني على ذوق الجمهور. بس يعني الاعراس لازم تكون اشياء مفرحه، يعني اغاني خفيفه، من سمع هواي الطرب. بس بالفتره الاخيره هسه
يعني قمنا نسوي شويه بالنهايه الحفله مثلا نسوي جلسه عراقيه، نقعد نغني اغاني قديمه او اغنيه للست الكبيره ام كلثوم، اذا غنى كوكب الشرق طبعا، اذا غنيناها فد مقطع من اغنيه بسيطه يعني شيء. فشويه شويه بس بالاعراس شو ما قلت لك مقيدين الاغاني المشهوره اللي نغنيها. وما شاء الله انت صرت مشهور في الاعراس وكثير بيحبوك. شكرا. واليوم وثاني وين عم يتاسمر وبدنا اياه العميد مسافر، في عنده عرس كبير في الولايه الفلانيه في الولايه الفلانيه. فصرنا قليل ان تكون موجود هون في ميشيغان خصوصا هلا موسم اعراس. موسم حفلات صحيح. فياريت تغني لنا اغنيه هيك بتتغنى في الاعراس خلي الجو يكون فرح. باي لغه تريدين؟ انت ما شاء الله بتغني عربي كلداني اثوري شو كمان؟ وما شاء الله العربي تربي يعني عراقي تربي شرقي سمعتها كمان يعني ما شاء الله يعني محافظ على العربية مع أنه أنت من لما كنت طفل وأنت موجود في أمريكا. إيه صحيح. سنشجعك على ما أعرف شوية على راحتك اللي يعني خفيفة أغنية خفيفة. أغنية خفيفة ندخل جو الأفراح على على جمهورك اللي تبع فيك وعلى المشاهدين على قناة، خلينا ندخل لهم أجواء الأفراح للبيوت. أوكي كلداني أثوري أي واحد نسوي أغنية كلدانية بما أنه أنا كلداني. أي وأنا تعلمت الدبكة تبع الأغاني. رح نرقص؟ لا اليوم في الفيستيفال إن شاء الله قريب. إن شاء الله إن شاء الله فجاز فجاز بس من القوش، أنا والد في القوش في شمال العراق. خزيالي دالان قمت أرشق شراب لبي من صدري ديوالي ما اخبرت نشرا زليت نشق النادى لالك والألق الششتة زليت نشق النادى لالك تلك بششتة كيلة دلالك هولة دلالك لتحماري عليك يعطيك الصحة
وإن شاء الله جو الأفراح يكون عام على كل اللي شاهدوا فينا على قناة الأمي آي تي في. وبالمناسبة نحب نستغل هالمناسبة الأفراح ونهني زميلنا المذيع المشهور رامي صادق ونقول له هابي بيرثداي وإن شاء الله بطول العمر وكل سنة هو حي ألف خير. وهذه تهنئة من فريق البرنامج. هابي بيرثداي هاني. هابي بيرثداي هاني. هابي بيرثداي يا رامي. نسوي له الاغنيه كل سنه هو بألف خير. نقدر نسوي له اغنيه رامي. رامي 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 عايلك. الوقت المتاخر لكي نرضيكم اعزائي المشاهدين من بسام زيا وهاني ساره وان شاء الله نكونوا دائما عند حسن الظن. هاي لك رامي. بعيد ميلادك كلهم قالوا غنوا لك أحبابك كيف تجيب. بعيد ميلادك كلهم قالوا غنوا لك أحبابك كيف تجيب. هابي بيرثداي تورامي كل سنه وانت بألف خير. والكل من يشاهد فينا وعنده عيد ميلاد اليوم نقولوا لهم هابي بيرثداي تو يو لكم. يعطيك الصحه. شكرا. اكيد تكون في حلقه مرحه وكلها افراح بنفسيه هيك ما شاء الله مثل نفسيتك. شوية حارة هاليوم. هو درجة حرارة درجة حرارة فوق المية. هسا حجبالهم الناس أني مرتبك ولو أني كان عندي يعني شوية من الارتباك لأن أنا والكاميرا شوية. هو صراحة كل الناس أول اللحظات الأولى مع الكاميرا بتكون شوية صعبة لكن من بعد واحد بيرتاح. فمثل ما سمعنا هلا العيد ميلاد وسمعنا شوية جو أفراح كلدين يريد نسمع جو أفراح آثوري. شو رأيك؟ جو أفراح آثوري؟ أوكي. يعني البرج رح يكون غني لي شوية رح يكون غني لي على الطلب. فات الله؟ شيخاني قورة Yeah.
يصير يا زلهم ويا فقرم جميلة جدا الأغنية يعطيك الصحة. نستقبل بعضنا اتصال من كندا. ألو 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 مساء الخير همام. مرحبا. والله زين الحمد لله. لو ممكن توطي صوت التلفزيون لو سمحت. ماشي. ألو ألو لو سمحت وطي صوت التلفزيون اسمعنا بس من ال اوكي معك وطيت صوتك. انا حبيت البرنامج واريد اشارك فيه. اهلا وسهلا بيك. شكرا. ممكن تسمعوني اغنيه عراقيه؟ اكيد. حضرتك همام من كندا صح؟ لا انا من العراق بس ساكن في شيكاغو الينوي. شيكاغو اهلا وسهلا بيك وبكل اهل شيكاغو. شكرا. شكرا. بدك تسمع اغنيه عراقيه؟ اغنيه عراقيه تكون حلوه مثل الجدد. تدلل حاضر. من هذول الجدد؟ اغنيه صار. حلوه من عند عميد اسمر. هلا بيك باهل شيكاغو اخو مام. شكرا على الاتصال. ناخذ بعدها اتصال ثاني من اخت نورة. الو هاي صفا. هاي حبيبتي مساء الانوار. تسلمين حبيبي الله يخليك. اهلا وسهلا. ممكن اشارك ببرنامج وحكي ويا عميد اسمر؟ اكيد. اوكي اهلا وسهلا اخت نورة. اهلا وسهلا اخت نورة شلونك؟ هاي عميد خيوت. هلا بشينا دي خيوت. هاي الحمد لله على شعور خلق ما منك. لين بذاخ؟ أنا ذكرت فيك. أوكي شين؟ إيوان ألقش ناسا منك بس ذكرت يعني أول مرة أنا مخبارك. ريشي ويني؟ كلنا يخم عجبين الصوتخ وبيبعدي كلها إلى تيو وإلى بخيارة يعني اللغدها. شكرا. كما ميد يطلب مني أغنية ممكن؟ تفضلي طبعا. كيفوخ أغنية داي جوزة؟ جوزة قاود جوزة؟ بليز. صار ما يخالف اني تراو. شكرا. طبعا احنا اخ كبيره كبيره من المعجبين دي اخوك شامخلق كبيره. شكرا شكرا نورا. تحياتي طالخ وتنشواثك كله وكل القشناي وسوراي دي انا اخر وكل معجبين عميد اسمر. شكرا عزيزي. ثانك يو. يو ويلكم حبيبتي. ثانك يو صفاء. اهلا وسهلا بيك. نستقبلوا مع بعضنا اتصال موالي من عند فيكتوريا. الو هلا كيفك حبيبتي؟ هلا اهلا وسهلا بك. هلا اخت صفاء كيفك؟ الحمد لله. كيفك انت حياتي؟ الله يسلمك. هلا بيكي. فيني احكي مع عميد؟ اكيد عميد. اهلا وسهلا فيكتوريا. هلا فيكتوريا. هلا فيكتوريا. انا حميتي وين ماني؟ انا يمة حميتي وين دخيلت. اهلا وسهلا. كيف حالك يا يمة؟ انا تبع عيد ميلاد بروحي فريدي. عيد ميلاد دبرونخ؟ فريدي عيد ميلاد عيد سارة جاي كده الأغنية منه. ما كبت ايه ما زمرتك كبت بس ما خليت اخواته. ريش انا من وين حصلتي؟ مولين بش معك واضح خاقصة من داخل السنة هايت من ستيرلينغ هايت. يم دروني مارخ؟ يم حميد يمد حميد من بطناوي. حميد دي انا اخوني. حميد انت الكلب عطيتي مو بطناوي. حميد اخوش. اوكي حميد رشو. حميد رشو. اوكي بشينا بشينا. ما يخالف ان شاء الله. شكرا. ثانك يو دخي. الحمد لله دخلت. هلا بقاوك. ثانك يو. ناخذ مكالمة موالية وبعدها نلبي رغبات معجبين عميد أسمر اللي هما ما شاء الله كثار وهناك كثافة في الاتصالات وإن شاء الله نحاولوا أن نلبي كل الطلبات. معنا مصطفى. ألو ألو يا سلام. أهلا وسهلا بيك مصطفى. هلو هلو يس أم وذيو. أهلا وسهلا. تحكوا عربي ولا انجليزي ولا يلي يعني بدك كن يعني اللي تحب عربي انجليزي هندي كلداني اشوري كله
خلاص كله ماشي. اهلا وسهلا بيك، تفضل. أهلا فيك. بدي اسمع غنيه بدي اهديها لامي في العراق. اغنيه لامك في العراق، الله يحفظ لك والدتك. من وين حضرتك تتصل؟ انا عم اتصل من شيكاغو. من شيكاغو، اهلا وسهلا بيك وبكل اهل شيكاغو. بس عندي بس ملاحظه صغيره، بدي اغنيه كثير 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 حزينه. ايوه صار من عين تتدلل على عميد اسمره. لا حبيبي، اوكي ثانك يو جايز. يو ويلكم. الو الو الو، مرحبا. مرحبا ايمان، اهلا وسهلا. الو مرحبا. مرحبا ايمان. هلا. من وين عم تتصلي ايمان؟ من كاليفورنيا. من كاليفورنيا، اهلا وسهلا بيك ايمان. معك عميد اسمرو. اريد اطلب اغنيه. تفضل. اريد اطلب اغنيه تدللين وابعثها للبيت اهلي بالعراق. اغنيه خاصه لاهلك في العراق. اوكي تدللين حبيبتي. عميد اسمرو يلا اوعدها انا رح تغني لها شيء الخاص للعراق. ايمان للعراق. العراق كواي اغاني للعراق، بس جت ببالي صبمي جت ببالي اغنيه لما الاخ من شيكاغو طلب اغنيه كلش حزينه يعني للام، وبعد للأم. ايمان شيء خاص للعراق. راح اذكر فد اغنيه وهي دائما نغنيها بعيد الام، حبه كلش حزينه. غريبة من بعد عينك يا يما، محتار زماني يا هو اللي يرحمي حالي يا يما، لو دهري رماني غريب من بعد عينك يا يما، محتار زماني دهري رمان عاشيني يا يما، فهميني يا يما، عاشيني يا يما، فهميني يا يما، غريبة من بعد عينك يا يما يا يما، محتار بزمان.
لو تبي ماني. يعطيك الصحة. شكرا. عنا إيمان وفيكتوريا طلبوا حاجة للعراق. مش قاول لك نغنيوا مع بعضنا حاجة للعراق؟ يلا شاركيني. أي. أوكي. ناظم الغزالي. أوكي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلاة ولكن دمعي بالحواجب غالي يا ضياء صدعات عشتي عشتي على صوتي جميل. عاشت ايدك. يلا تعلمنا شويه عراقي على شويه لبناني. اي ان شاء الله. هو هذا الحاجه الحلوه في هوني في وسط الجاليات العربيه الامريكيه انه الواحد يتجرد من هويته كعراقي او تونسي او لبناني او مصري ويصير اسمه مطرب عربي او مغني صحيح. عربي صحيح. فنصير نغني لكل الالوان. وجود فنان
في الغناء عربي في الساحة العربية هون الأمريكية. حسب رأيك ما هي الإيجابيات وما هي السلبيات حسب خبرتك الطويلة في وجودك في الساحة الفنية في أمريكا كمطرب عربي؟ عربي موجود في الساحة الفنية العربية في أمريكا. في أمريكا شوية ضايع. شوية ضايع؟ شوية إذا هواية. هواية. هواية ضايع يعني. صراحة يعني في الأوطان العربية إذا كان عايش عنده أكثر مجال مع الشعراء مع الملحنين بالاستوديوات شركات إنتاج من ناحية الإنتاج تقصد؟ يعني لا من كل يعني حتى الملحنين أكثر بالوطن العربي يعني صح. وين ما تروحين تشوفين مثلا أكو ملحنين كبار دائما يكونون بوجود يعني بأماكن تقدرين تشوفيهم كذلك الشعراء كذلك الاستوديوات أكثر شركات إنتاج أكثر لكن هوني تتعرف عند أعداد كبير من الجاليات العربية أكثر لكن تقعد محصورة هون في أمريكا أي. الحاجة الإيجابية اللي نشوفها أنه هوني عدد كبير جدا من الجاليات العربية هي اللي تخلينا نكون مشهورين عندهم وبالحق الحاجة السلبية اللي كما كنت تحكي أنه قصة الإنتاج صعيبة وقصة أنه وجود تلحين أو جودة في التسجيل الاستوديوات هوني صعب لكن اللي نعرف أنه جاني عنده استوديو تسجيل وجودته عالية جاني عنده استوديو يسجل لمطربين هواية يعني من المطربين العراقيين والآشوريين كذلك مطربين آشوريين يسجلهم منهم جودة عالية وحلوة ايه بس عندنا يعني بالأوطان العربية اللي دا احكيها مثلا اكو موسيقيين كثار هنا أنا تصير صعبة علينا مثلا كتسجيل إذا نريد نخلي فد لاين فايلينز يعني كمنجات صعب نجيبه غالي يعني لازم ندز البلاد برا تركيا مثلا هسه أو أمريكا تعطي هنوت راح يكون عزف صحيح لكن بدون روح عربي بدون روح هي ما راح ينطيك الروح هي اللي نريدها لكن هي روح هالحلقة حلوة وعلينا كثافة كبيرة من الاتصالات ونحاولوا أنا نرضيه أكثر عدد ممكن إن شاء الله نستقبل بعضنا اتصال من كندا ألو ألو مرحبا مرحبتين اهلا وسهلا بك يا هلا ما نسيتونا الخط ولا ما عارف لي والله سمحنا لكن لازم نستغلوا الفرصه انه نحكيوا شويه مع عميد اسمر لكي تكتشفوا شخصيته يعني بعيدا على الاجواء الفنيه تكتشفوا شخصيته كانسان ومثل ما شفتوه ما شاء الله انسان خفيف الظل وشخصيته مرحه شو رايك الله يخليك يا رب انا نحب المرح يعني اكيد احسن شيء في لي طلب عندكم ما بعرف في طلبين تدلل واحدة لي واحدة المدام تبع تحية كبيرة للمدام الله يخليك يا رب ويخليك مدام من العراق عراقي وأنا من سوريا بس بحب من اسمع صوتك كثير رائع بحب أغنية مغربية من البلاد الحلوة أغنية مغربية يسمعي لها مغربية حاضر سموك مغربي تدلل الله يا بابا مثلا شغلات الحلوة هي الله يا بابا تونسية تونسية ما هو كله حلوة لو بدك مغربي نغني ومغربي غني مغربي ولا همك اوكي مغربي تدلل نسمع مقطع مغربي اغنية مضيفك الكريم بدنا اغنية من عراقية اغنية عراقية من عميد اسمرو لا ايوه اغنية عراقية تكون فرايحي مش حزين يعني والحنين العراقي يظل حزين صحيح احنا ما حتى الاغاني المفرحه مالتنا حزين بس طلب الاخ اللي قبلك طلب اغنيه حزينه لامه من شو اغنيه بهدي لامه بلا ما يفرحها ببكشية ما يصير راح الكلام بدمنا هذا الشيء اهلا وسهلا بيك تدلل ان شاء الله نسمعوك شيء عراقي فرايحي ومقطع صغير من مغربي ونستقبل بعضنا الاتصال اللي بعده الو ديفيد من فلوريدا ايوه اهلا وسهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك وبكل اللي يشاهدوا في الحلقه معك الو
الو تفضل، معك عميد اسمرو. اوكي، انا من فلوريدا، انا كنت في العراق 3 سنوات، نعرف العراق واشتغلت في مشروع المسيب الكبير ونعرف العراق كويس، بس انا طالب اغنيه سمر 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 يا سمر. صار من عيني صار. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا. هلا بيك. تدلل. شكرا على الاتصال. ثانك يو. نحاول نلبيه شويه طلبات. طلبات خلي نبلش بالفرايح ولا سمر سمر، هذه اول مره اسمعها. خلي نسوي بس كان طالب اغنيه عراقيه جديده الاخ. اي قبل كم اتصال. اي سوي له قال من الاغاني الجديده. انا كردلا هوا بلا بلا. حاولوا لبيوا الاقتراحات وبعدها ناخذوا الاتصالات اللي تستنى. صح. واسفين على الانتظار اعزائي المشاهدين، اسفين. بلا 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 ولا 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 مشكلة اللي ما يحين علي أنا ما حين ترى 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 ما تفيد بشي ترى ليش أحب بل ما ينفذي ساعة ذكرة بلا 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 ولا 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 مشكلة اللي ما يحين علي أنا ما حين ترى 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 ما تفيد بشي ترى ليش أحب ما يحبي والنساء نتذكر صدقني فرصة صدقني فرصة لا تخلي الفرقة فرصة عبد القادر. عبد القادر لا. اوكي اوكي نعملوا مقطع من اغنيه مغربيه. اوكي ايوه عريت اي وعبد القادر يا ابو علي مذاق الحال عليا داوي حاليا يا ابو علي مسيدي هروف عليا عبد القادر يا ابو علي مذاق الحال عليا
بعدك لبنية خلتني بحيرة كنت العشرة طويلة يعطيك الصحة. الحلقة حلوة والدليل أنه المكالمات ما شاء الله كثيرة ونستقبل بعضنا اتصال موالي. ألو. نسيم من ميشيغان. ألو. مرحبا. مرحبا. مرحبتين. الحمد لله زينين. هلا مرحبا السيد. بليز لو فيك توطي صوت التلفزيون. بس نصي صوت التلفزيون حتى اسمع من المايك. اسمع من التلفون. ايه. مرحبا السيد عميد. هلا استاذي. هلا بيك. هلا حبيبي. حبيبي. هلا بيك. الجو حار مو؟ واي حارة. واي حارة. كله من الإضاءة. يعني من الإضاءة بعد فوقات فوقات المناخ الإضاءة بعد. راح اسبح ورا ما اخلص راح اسبح. اذا مسبح هنا انا برا راح اشيد بالمسبح. اريد مقطع من اغنيه حسام الرسام. عندي وطن مقطع من حسام الرسام. ان شاء الله ان شاء الله. عندي وطن. صحيح. لا تدير بال ان شاء الله. تدلل. شكرا. اهلا وسهلا بيك. ناخذ الاتصال اللي بعده. محمد. الو. الو محمد. الو. اهلا وسهلا. شو اخبارك؟ الحمد لله. كيف اخبارك؟ والله الحمد لله بخير. شو اخباركم اموركم؟ الحمد لله. من وين عم تتصل اخ محمد؟ من اريزونا. من اريزونا. اخ محمد من اريزونا معك عميد اسمره. شلونك اخباركم؟ حي المطلب جمد. أهلا بيك. أهلا وسهلا حبيبي. شوكم أخواتكم وركم بعد. الحمد لله. والله أنا دائما يعني هذا البرنامج أتابعه دائما والله العظيم. Thank you. والله برنامج حلو. أغنية أجديها للعراق. أغنية للعراق. ان شاء الله ان شاء الله نهدي في اغنيه كلها وديها الى اخويا احمد فليح ولا خليل وفلال حقري. تحيه خاصه ليهم عبر شاشه الامي اي تي في والكل اهل في العراق. الو. انقطع الاتصال. ناخذ الاتصال الموالي. معنا اخ عقيد. الو. الو مرحبا. مرحبتين عقيد. عقيد الشمري من شيكاغو. اهلا بيك وبكل اهل شيكاغو. معاكم عميد اسمرو. اول شيء احب اشكر المطرب عميد على اغانيه الحلوه. واشكركم على البرنامج الرائع. ثانك يو. نشكركم على حسن المتابعه اكيد. واحب بس المطرب يغني لي اي اغنيه لحسام الرسام. اي اغنيه لحسام الرسام. حاضر ان شاء الله. وحب هدية للأهل والأصدقاء والكل من يسمعني إن شاء الله. وشكرا على هالتهنئة الحلوة وليك أنت بالمثل والكل من يتابعوا فينا. شكرا. معنا اتصال موالي. الكنترول يقول لي في اتصال موالي. ألو. يس. أهلا وسهلا بيك. اسم حضرتك لو سمحت. اسمي عمانويل. مانويل. اهلا وسهلا بيك. من وين تتصل؟ من اريزونا. من اريزونا. اهلا وسهلا بكل اهل اريزونا. معك عميد اسمر وفيك تدلل تطلب منه اغنيه تساله سؤال. انا صديقه من زمان عميد الاسمر. اسمي عمانويل بس يذكرني. شينا عمانويل داخيت. هلا الحمد لله. شينا يا اخي. لين بذاخ. عمك قال لي والي عمك من طابا بنادي. عمو بنادي رادن. ايه داخي ما منه.
والله الحمد لله الحمد لله. هلا حبيبي هلا بشينا. يا هلا داخل انا اش ديرزونا كلنا بندلة كلنا مشتاقين بنات وايد والله ما انا بندلة مشكلة لا والله ألو. والله يا عميدي لبعض ايما بداروتو ايما بداروتو لديترويت والله اجدارين محولة اخي اي 17 سنة اخي ديرزونا يا بس ده بداروتو ما حد يقدر يترك ديترويت يا اللي يغادر ديترويت لازم يرجع يرجع صح لا 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 انا انا اطيب جو اطيب هنا امانويل من لعيب كرة القدم في نادي رادن كان وكنا نلعب سوا اوه و تتذكر جاني ما تتذكر امانويل جاني سنة ديوخون إليه هلا أخذ ياقة ياقة حتى جاني كان يلعب كرة هلا صار صاحب استوديو التسجيل ممتازون إيه جاني سنة إيه مرة عمانوك كذي أهلا وسهلا بيك شكرا وش مايل أخو وش مايل هلا تدا تي ولدا بيوالخ شلامة جاني داخل دمه ما طول سويتي جاني ثانك يو على هالاتصال الحلو نستقبلوا الاتصال اللي بعده الو 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 جابي ام جابي اهلا وسهلا بيك تفضل حبيبتي اهلا وسهلا هلا بشينا ليه بشمع صوت هواتي شوي الو اي صوت صار مسموع هلا اي اي أه. هلا بشينا كمان طلب اغنية نديم الالخوصي جامل همس هاي الحظة بديسة صار ما يخالف عيد زمارا لطيف بولا عن زمرياثة حبسيم امون زميرة كبيرة زمرياثة لطيف بولا وتحياتي طالح بلقش وبزمرنا اخي لازم مرتد لطيف بولا ما يخاف هدينا طالب زوري وكان مشوار زوري في بلاد العراق وتسلي عراقي هلا بشينا ثانك يو على الاتصال واهلا وسهلا بيك نستقبل اتصال ابو فرح وبعدها على طول نلبيه كل الطلبات العزيزه اللي تدلوا على الفنان الناجح جدا وما شاء الله هذا ظاهر من الاتصالات يعني مش الو الو مرحبا اهلا وسهلا كيف حالك الحمد لله الكنترول قال لي معك ابو فرح لك انا سمع صوت حلو انثى احنا طالبين اغنيه سعدون جابر اسمك لو سمحتي ومن وين انا ام فرح من اوهايو ام فرح نورتي يا ام فرح وكل اهل اوهايو انا مفرح من اوهايو اهلا وسهلا بيك سلامي لك ولا الى الاخ عنيد اهلا بيك اهلا وسهلا فرح تسلم وتعيد انا اريد اغنيه سعدون جابر مال مضيع ذهب وين الذهب يلقاه ان شاء الله ان شاء الله ما ادري ان شاء الله تدللين حبيبتي ثانك يو هديها لأخوي علاوي أبو كرار بغداد بالعراق كل أهل بغداد ثانك يو حبيبتي على الاتصال فاضل بس 5 دقائق في البرنامج يعني الساعة تعديت في لمح البصر أكيد خلصت الساعة فاضل 5 دقائق بدك ناخذوا كمان اتصال ولا تلبي رغبات الجمهور خلينا ناخذوا آخر اتصال ناخذوا بعضنا آخر اتصال من نيويورك مثل ما شفت ما شاء الله المشاهدة من كثير ولايات ألو الو هذا دليل على نجاحك لو نجاحك ما شاء الله اهلا وسهلا بيك وبكل اهل نيويورك الو هلو لو فيك تسمعنا بليز من التليفون مش من التي في الو 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 للاسف انقطع الخط وكان هذي للأسف آخر مكالمة لأنه دهمنا الوقت وقربت الحلقة أنها تخلص معكم عامية أسمرو من جديد تحاول تلبي كل الطلبات في أغنية من كل أغنية من كل أغنية راح أسوي في هذا المقطع مقطع حل دبلوماسي جميل فا فا بيعتفا
جورجينا وبعدين بورو خقيقورة. قبل ما نسمع عميد أسمرو نحب نحيي كل من شاهدنا اليوم، نحب نشكر كل من اتصلوا بينا، وأيضا نشكر الفنان الجميل الناجح عميد أسمرو على قبول الدعوة. شكرا، ونقول لكم إن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم، ونخلي لكم ختام جميل جدا مع عميد أسمرو اللي تحبوه برشا. تفضل عميد. هم بايش حب اخدو شالب بشكل بنا اسود مدبلاج دوبا فرع اللي تخنى قاسي خويري قودا بخ يوم اخوشنى لبش مهاي من الوار حب اخدو قلي وصيف دنوار لبش مهاي من الوار حب اخدو قلي وصيف بس وين قد ذاك يوم اكتشفني يوم اكتشفني حبك طيلين يا خوراني لي وشبانا هاي كنا اشتري سند مطاقنا بالضرمة شدها وبدلانا اكتلقي وشاهدني خير أخلي زقن بيني خير اكتلقي وشاهدني خير أخلي زقن بيني خير وزي خيرين قد أباك يوم أكوشني يوم أكوشني عندنا بعد وقت؟ كانوا طالبين حسام الرسام. حسام الرسام كان يتبع فيك، واكيد نقصفوا على الناس اللي اتصلت بينا وما كانش فينا نردوا على المكالمات لي انا الساعه خلصت بسرعه. اي خليك تحييك بطريقتك تحييهم وتحيي تحيه كبيره لجاليتنا جاليه في امريكا وجميع المغتربين في اوطان اللي برا العراق او برا بلدهم الوطن يعني الام الوطن الأم. فبالأخير أريد أقول لك صفاء أجمل ما يمكن إنسانة أنت
وهذا دليل على نجاح هذا البرنامج. Thank you. وإلي الفخر وإن شاء الله نعيد نسوي فت حلقة أكثر لين صارت شوية بالاستعجال هالحلقة. إن شاء الله بالأغاني الجديدة اللي حكيت أنك راح تقدم هنا على قناة الـ MA TV قريبا إن شاء الله. إن شاء الله تحية لكم. إن شاء الله. الكادر. كادر الجروب العمل. Thank you so much. إن شاء الله نشوفوك عن قريب على الـ MEA مرة أخرى. وأعزائي المشاهدين نشوفكم الأسبوع القادم إن شاء الله. Thank you على حسن المتابعة.